وينا مرة ثانية لكم على أساس نتكلم عن أدوات تشكيل الإضاءة. ومن هالأدوات عندنا الجل كت، الجل كت من بروفوتو، أو حتى الواحد اللي عنده ماركات ثانية. الجل هو عبارة عن ورق شفاف بألوان مختلفة على أساس الواحد يسوي سبيشال إفكتس، ولا يبي يصحح الألوان. يعني إذا تبون تسوون ألوان مختلفة في الصورة غير الألوان الطبيعية اللي هي الديلايت، ممكن إحنا نحط ألوان نسويها وارم أكثر أو نسويها أبرد في الدرجات، هاي في ناحية التصحيح. أو إن نحط ندخل ألوان مختلفة مثل الأحمر والأخضر والألوان اللي على حسب الصورة الإبداعية اللي أنتوا تسوونها. في البروفوتو إحنا عندنا الجل كيت. الجل كيت يجي عندنا أساساً الستارتر كيت. الستارتر كيت تي شنطة نفس هذه بالإضافة إلى شنطة ثانية على أساس تمسك لكم أو تخزنون فيها الألوان اللي أنتوا تحتاجونها، مثل متعددة حق الاستخدام. هاي الشيء يعني على حسب إبداع المصور واللي هو شنو المسج اللي بيوصل له. فعندنا الحين لما أتكلم عن الأوسي إف ستارتر جيل كيت، عندنا الهولدر نفسه يركب على الرأس بشكل سريع، وعندنا هني هابي الهولدر الثاني اللي يمسك الألوان. مثلا عندنا اللون البرتغالي نقدر نثبته هني ونقفله، بدل ما سابقا احنا نستعمل الورق ونلزقه على الرأس، احنا هني بكل بساطة نقدر نحطه ويكون عندنا الإفكت اللي احنا نبي نسوي. وحتى إذا استعملنا الجل كيت نقدر نركب معاه جريد على حسب القياس اللي نبي بعد لتحديد وتشكيل الإضاءة. نحطه طبعا قبل نركب الهولدر مال اللون، ويكون عندكم تحكم كامل في الإضاءة.